صباح الخير لكم من جديد، ونقول أيضا صباح الخير ضيفة فقرة حروف زين سيدة حورية شويخ الأخصائية في التجميل. صباح الخير. صباح النور لالا أنا. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ترحب بك جنة، تحية ليك ولطاقم البرنامج وكل مستمعينا ومستمعات ديال الإذاعة الوطنية. شكرا جزيلا. إذن دائما كنتكلموا على الشعر وعلى الوصفات الخاصة للعناية بالشعر، اليوم شنو الوصفة اللي كتقترحي لنا ولاش غادي نحتاجوها؟ بالنسبة المهم نبقاو في التساقط الشعر، لأن أنا دائما كنربط أي مرض خارجي سواء في الشعر ولا البشرة كيكون راجع على مرض عضوي ولا سوء المعاملة ديالنا مع البشرة ديالنا ولا الشعر ديالنا. دائما الإنسان ملي يشوف التساقط بحدة وبواحد الطريقة غير عادية من الأحسن زيارة الطبيب، باش الطبيب كيشخص المرض اللي كاين. حتى لكان عندك نقص في الجسم ديالك ولا مرض وراثي ولا شي حاجه بحال هكا، الطبيب كيرشدك وانت كتلتجئ لواحد الدواء ولا كتلتجئ لهذا الاقنعه الطبيعيه، واللي كيكون عندها واحد الفعاليه تقريبا 90% الا كان الجسم سليم وتبع واحد النظام غذائي معين اللي فيه مكونات اللي كتحتاج للشعر واللي كتحتاج للبشره ديالنا باش كتبقى دائما رطبه ودائما في واحد المظهر جيد. نعم، غير حنا الا سمحتي بعض الناس كيطلبوا من الوصفات يعني كانهم وصفات سحريه، الا عملتها اليوم راه غدا ولا بعده ولا في خلال اسبوع غتلقى النتيجه. فبالنسبه للشعر انتم كخبراء كتقولوا على الاقل 3 شهور، هل صحيح؟ بالفعل. دابا الوصفه الطبيعيه خصها تعرف اي سيده او اي فتاه وحتى الرجل ان الوصفه الطبيعيه كيكون عندها واحد الفعاليه جيده على الصحه ديالنا على المدى البعيد. على المدى البعيد غير هي كتكون بواحد النتيجه، اولا كتكون الخلايا والانسجه ديال الجلد ديالنا وكذلك الفول ديال الشعر، وحتى مع المدى الطويل كيكون واحد النتيجه فعاله وحتى ديك المشكل ديال التساقط ما كيبقاش وكتبقى دائما البشره ديالنا جذابه وكذلك الفروه ديال الشعر. يمكن كيخص الاستمراريه. الاستمراريه والصبر، يعني ملي كتمشي عند الطبيب كيعطيك واحد المده ديال الدواء ديال شهر شهرين كديرو انت مرتاحه، اذا انت المواد الطبيعيه لماذا؟ يعني ان المواد الطبيعيه ما كتعطي مثلا النوع ديال الصبايغ الطبيعيين اللي كتقول لك السيده انا كنديرو المره الاولى والمره الثانيه ما كتعطيني النتيجه وكتلتجا كذلك للصبغه الكيماويه وهذا غلط. يعني لا تبعت واحد العلاج طبيعي خصها تتبعو وما تديهاش بان الشيب كيبان ولا ما كيبانش، يعني تستمر ومع المده غادي تلقى نتيجه جد فعاله. اذا اليوم شنو تقترحي كوصفه؟ كوصفه بالنسبه للتساقط والحد من هذه المشاكل، اولا التغذيه، الشربات اللي فيها مكونات اللي كتساعد حتى هي من الداخل باش كتقوي لنا الفروه ديال الشعر. التدليك خصو يكون يومي، يعني التدليك بالزيوت الثلاثيه اللي كنصح بها المستمعات والقاوح استحسان كبير. الزيوت الثلاثيه اللي متكونه من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز المر، يعني كناخذوا نفس الكميه وكنخلطوها وكنحاولوا كل ما كندخلوا للدار في الليل كنحاولوا نديروا نرشوا الاصابع ديالنا بهذا النوع ديال الزيت وكندلكوا الفروه ديال الشعر ديالنا ومباشره كنديروا بخاخ طبيعي، والبخاخ اللي كيكون من بعد التدليك بعد ما حلينا المسام ديال الفروه ديال الشعر وتسربت الزيوت لداخل جذور ديال الزغبه وكتكون كتعطيها واحد النشاط، وكنزيدوا نكملوها بالمحلول اللي كيحد وكيكون خاصه الا كان بارد. يعني ديك العمليه ديال السخونيه ديال التدليك ومع ديك البخاخ اللي كنديروه هو بارد كيكون واحد التجاوب ما بين ديك البروده والسخونيه اللي كترجع للطريقه ديال الطبيعيه. والمحاليل اللي هي طبيعيه جدا ناخذوا في مثال غير المحلول ديال الزعتر، هذا الناس اللي كيعانوا من هذا المشكل ديال التساقط، يعني المحلول ديال الزعتر هو المحلول ديال الازير، كناخذوا في مثلا نص كاس ديال الازير ونص كاس ديال الزعتر وكنكبوا عليهم تقريبا كاس ديال الماء طايب ونغطيوه حتى كياخذ داك الماء المكونات كلها اللي كاينه في هذه الاعشاب، ومباشره من بعد التدليك كنجبدوا لك البخاخ من الثلاجه وكنرشوا به الشعر ديالنا. هذه العمليه اللي درناها 3 مرات في الاسبوع ولا 4 مرات في الاسبوع كتكون واحد النتيجه فعاله بالنسبه للقناع اللي كيحد من المشكل ديال تساقط الشعر. هذا يمكن نصح بالنسبه لهاد المساله ديال الزيوت الثلاثه زائد المنقوع، هادو كنعملوهم مع بعض، هادو مع بعض باش هذا واحد كيكمل واحد. اذا قلنا زيت الخروع، زيت الزيتون وزيت اللوز المر نفس الكمية. نفس الكمية، يعني كناخذوا قريعات من كل زيت. هذا ممكن يعني نخلطوهم يعني ويبقاو عندنا طويلة، ماشي مشكل. ماشي مشكل. بالنسبة للمنقوع ديال الزعتر أو أزير، هذا كيخص تحضيره يوميا؟ لا، ثلاث أيام، مرة في ثلاث أيام. مرة في ثلاث أيام، نعم. وهذا منقوع فعال وكيحد من المشكل ديال التساقط. نعم، إذا طبعا مع التغذية، الشربات بالخضار، ناكلوا الحوت بزاف، ناكلوا الاعشاب، محلول ديال الاعشاب بحال الزعتر بحال السلميه بحال ماشي حتى المرضوع عاد نبقاو نلتجئوا لهذ الاعشاب، يكون هذه المسائل خلال الاسبوع نحاولوا نستهلكوها. نعم، اذا قلنا نص كاس ديال الزعتر
او نص كاس ديال ازير. لا نخلطوهم زعتر وازير مخلطين. كنضيفوا عليهم كاس واحد ديال الماء غليان ونخليوهم كي منقوعين مع بعضهم. من بعد كنصفيهم ونخليهم في الثلاجه حتى يبرد عاد نستعملوه. غنستعملوه من بعد التدليك. نعم. بالنسبه للقناع لحد من المشكل ديال التساقط كناخذوا صفر بيضه بلديه ومعلقه ديال الازير مطحون. ودائما كننصح الاعشاب تكون المده ديالها تكون يعني ما تفوتش المده ديال 6 شهور. نعم. تكون مطحونه على اليد ونحاولوا حنا نقدوهم راسنا. يعني ناخذوا معلقه ديال الازير وصفر بيضه بلديه ومعلقه ديال زريعه القرعه الحمراء. القرعه الحمراء حنا كنعرفوها مطحونه حتى هي. يعني حنا القرعه الحمراء كنعرفوا المكونات فيها تقريبا اللي كتحتاج البشره ديالنا والفروه ديال الشعر. فيها الاحماض، فيها الياف، فيها البروتينات. يعني هذه المواد كلها موجوده في القرعه الحمراء. كناخذوا معلقه مع معلقه ديال الازير مع صفر بيضه بلديه وكنحاولوا نخلطوا بالماء ديال اللفت. الماء ديال اللفت يعني كنحكوا اللفت اللفت العاديه ديالنا البيضاء وكناخذوا منها ذاك الماء كنخلطوا هذا القناع وكنشقوا به الشعر ديالنا. هذا قناع فعال للحد من تساقط الشعر يديروه حتى الرجال. نعم نعم. كاين بعض الناس اللي كيتشكاو من ان ازير يمكن كيوقف شي شويه الزغبه ولا كيحرشها ولا بالنسبه احنا ازير احنا اي عشبه ولا اي قناع درناه وكان عندنا البشره احنا نعرفوا النوعيه ديال البشره ديالنا. الا كانت البشره جافه كنحاولوا فقط نزيدوا جوج معالق ديال الزيت. يعني نعرفوا حتى بالنسبه للشعر كنزيدوا جوج معالق ديال الازير. والغلط اللي كيقول لك بعض النساء ان البشره ديالنا دهنيه ما نديرولهاش زيوت. لا بالعكس، كاين زيوت اللي فيها احماض اللي كتحد من الافرازات الدهنيه المفرطه على الفروه ديال الشعر. نعم. اذا يعني هذا القناع هذا اللي تكلمتي عليه ممكن اضافه له جوج معالق ديال الزيت. ممكن جوج معالق ديال الزيت البلديه. الوتيره باش نعملوه كيفاش؟ بالنسبه لهذا القناع ديال صفر بيضه وازير وزريعه الكتان واش نديرو قبل الحمام ولا داخل الحمام؟ لا قبل الحمام. قبل الحمام ومن بعد كنبقاو لمده ساعه حتى لساعتين ماشي مشكل. غير حنا ملي نغسلوا الشعر ديالنا دائما التشريه الاخيره نحاولوا نتفاداو الشامبوان اللي هو فيه مواد كيماويه. يلتجئوا للشامبوان الطبيعي. وبالنسبه للشعر الجاف ولا الحساس اللي عنده الفروه جافه ولا حساسه يمكن له يدير شامبوان طبيعي في دارو. يعني ياخذوا غير من البابونج والورد البلدي. ناخذوا نص كاس ديال البابونج ونص كاس ديال الورد البلدي كنضيفوا عليه كذلك جوج كيسان ديال الماء طايب ونخليو حتى المكونات كلها كتطلق في الماء. كنصفيو داك الماء ونزيدوا له جوج معالق ديال شامبوان الاطفال. نعم يعني هذا شامبوان فعال للناس اللي عندهم مشكل ديال الحكه في الشعر ولا الحساسيه ديال فروات الشعر. نعم. اذا ان شاء الله دائما كنتكلموا معك سيده حوريه شويخ على التساقط ديال الشعر وعلى العنايه بالشعر طيله هذا الاسبوع.